الخير جميعا، يعطيكم العافية. وراح أبدي من المكان اللي ختم فيه أخوي حمد الخضري. حضوركم هذا أقسم بالله هو فوز الرؤية العمالية. هذا حضور الرؤية العمالية اليوم. راح الميكروفون، أكمل من غير الميكروفون؟ أريح لي أريح لي. الارتقاء كلنا شفناه. الدور الأساسي حمد ذكر الإنجازات، أرجع أقول الدور الأساسي اللي ما قدر غيرنا يقوم فيه، الدفاع عن حقوقكم ومكتسباتكم. اليوم الرؤية العمالية خلال 4 سنين ما راح أي حد من حقوق العمال، لا دينار ولا غيره. هذه هي الرؤية العمالية. شغلة واحدة راحت، 20 دينار فرقية الكورسات أساس نكون منصفين. وصلنا فيها للقضاء، القاضي تدرون شنو يقول؟ يقول 20 دينار وانتم بالقطاع النفطي قاعد تدورون عليها للقضاء؟ قلت له والله لو دينار. الاوليين علمونا ايام الاضراب 94 على 9 دنانير مايو كيروسين اضربوا عليه، احنا الدينار ما نتنازل عنه يا الرؤية العمالية. هذه هي الرؤية العمالية. اليوم المعركة أنا ما أشوفها معركة غوائم، وبتكلم بشفافية. معركتي اليوم مع أرباب العمل، معركتي اليوم مع الإدارة اللي قاعدة تتخاذل. معركتي 4 سنين ناس قاعدة بالإدارة تنتقص من حقوقكم، وللأسف البعض يغرد لهم ويرتوت لهم ويطبل لهم، البعض منهم قاعد يتخاذل ويدعم وكلكم تدرون. لكن خلال 4 سنين أقسم بآيات الله وقفنا على مهني، وصار اللي لا حق ياخذه من غير نقابة ولا غيره. هذه هي الرؤية العمالية. قائمتنا الحمد لله بفضل رب العالمين ما فيها بدوي وحضري، ما فيها سني وشيعي، كلكم شوفوا البوستر عدل من 1 ل 15 تشوفون الوحدة الوطنية. هذه هي الرؤية العمالية اليوم. بقول لكم للعمال كلمة، ليش حطينا الشعار؟ ما حطينا حبر على ورق أساس نتغرد فيه، لا، حطيناه بمواقف. وإحنا ما نتكلم إلا بموقف. يوم قلتوا لا للبديل الاستراتيجي كلنا وقفنا وياكم، يوم قلتوا لا لخصخصة الانتاج والغاز والمختبرات كنا إحنا وياكم، يوم قلتوا لا للانتقاص يوم 14/6 كلنا وياكم. الرؤية العمالية جربتوها، وهي المحامي الناجح اللي ما انتقص فيه أي حق من حقوقكم. هذه هي الرؤية العمالية اليوم. وبختم اليوم، أنتوا تختارون من يمثلكم. قلناها للعمال كلمة، واليوم الكلمة كلمتكم يوم 29/1.